الواقع مقارنة بكل ما فعلته هذا ضعيف. أنا آسفة، لا أعلم ماذا يجري بين أمي وهذه المرأة. أنا أعرف، بينهما تاريخ. في قديم الزمان نيكول وأمي كانتا صديقتين تتعلمان الكاراتيه عند جدي. وحدهما كانتا قويتين، لكن معا تحدثتا المستحيل حتى أتت بطولة الفنون القتالية في ألمور. نيكول كانت حامية أمي، ولكن مع احتدام المنافسة كان عليهما التواجه في المباراة النهائية. كان الفوز سهلاً لأمي، لكن روح أمكم القتالية جعلتها تنتصر. واعتزلت نيكول طريق البوشيدو لحزنها على صديقتها. وفي اليابان تدربت أمي كل هذا الوقت لقتالها القادم، والآن عادت. لكن أمي لن تقبل القتال. قلبها أطيب من أن تؤذي صديقة. روحها أكثر من. أيمكنكما التوقف؟ آسف. معهما حق، ماما لن تقاتل صديقة. ليس في يدها خيار. على ماما إنهاء مسألة قديمة. لا تتبعوني، فهذا خطير. الطعام في الثلاجة والخبز في الفرن، ولا تستخدموا المايكروويف وإلا سيحترق. تهدد بطرد أمي من العمل وخسارة المنزل إذا لم تقاتل. علينا إيقافها. في القتال؟ نعم، لكنني اكتشفت أنني سأموت وأنا أحاول. لذا تقاتلين جيداً نيكول سان، لكني تدربت طوال حياتي لهذه اللحظة. دعيني أريك ما تعلمت. مستحيل. كيف؟ كنت أتدرب أقصى تدريب في العالم. بأية مدرسة؟ هل هي هوكوتو أم كونوها؟ أم هو مستر مياغي؟ لا، مدرسة الحياة. ربيت ثلاثة صغار وربيت زوجاً أيضاً. كن صديقتين. لا أحتاج شفقتك. الأولاد! سينهار المكان. لا أستطيع، ولكن معا نستطيع.